حاجه حنا فرحانين حيت لعبنا مع فريق الرجاء البيضاوي اللي الحمد لله عندنا مع علاقه زوينه، وكنشكر الجماهير ديال القنيطره اللي ساندتنا، ولا الجماهير الرجاويه اللي كتحسب النادي القنيطري بحال عندهم بحال، وكنشكر حتى اللاعبين الرجاء على هذه المباراه الجميله. الحمد لله كتفكر ترجع ايامات زمان ديال فاش كان فريق النادي القنيطري في بريمير سيري. ومن هذا المنبر كنشكر جميع المكونات الفريق على المجهودات اللي داروا، وداروا مجلس بين لي سينيور والدراري لي جون. كنشكر هذا العام، هذه بدايه مباراه مقبوله، بدايه عوده الكاك، بقى والو العوده القسم الثاني، الجمهور كله كينتظر. واش كتسناو نتوما ابناء الكاك هذه العوده القسم الثاني؟ اول حاجه كنشكر الرئيس على المجهودات اللي دار العام اللي فات باش خلى ان الفريق رجع واخا ماشي حتى الماكينه ديالو واخا الدوزيام سيري. وحنايا حنا ان شاء الله كنحاولوا الماكسيموم اننا نوجهوا راسنا باش نشوفوا راسنا في الصعود للبريمير سيري، وكنظن انه ان شاء الله غتكون ان شاء الله غنطلعوا البريمير سيري بالمجهودات ديال جميع الناس قنيطره، والناس ديال المغرب كامل الحمد لله باغي الفريق النادي قنيطره انه يطلع البريمير سيري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا مرحبا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.